ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض حاجتنا. تعالوا بقى نشوف مكونات ايه الوصفة اللي احنا هنعملها حاليا، اللي هي عبارة عن ايه؟ موز مقلي في الزيت بشوية عجينة كده حلوة جدا، بتحط جنبها صوصات حلوة، بتعملها صوص كريمي حلو قوي بالقرفة وبالكريمة وبالسكر البودر، بيبقى طعمها خيال، حلو جدا جدا. طيب تعالوا نشوف المكونات الاول بتاعة العجينة اللي احنا هنقلي بيها الموز، وبعدين نبدأ نشوف الكريمة اللي احنا هنعملها. طيب معانا ايه المكونات؟ معانا الموز طبعا، ومعانا كوبايتين من الدقيق وكوبايتين وربع من المية الساقعة، وكمان معانا 3 معالق كبار من البيكنج صودا او البيكنج باودر على حسب المتاح عندك، ومعانا معلقة صغيرة من الخل ونص معلقة صغيرة من الملح وزيت للآلية. طيب الكريمة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ سكر باودر ومعانا قرفة وكريمة خفق. يلا بينا. شكرا ليكي. دخلنا الدقيق واحنا بنكلم استاذة يمنى، وهنعمل ايه تاني؟ تعالوا كده نشوف. هم خدوا مني الكوبايه المعياريه، تمام، فانا هضطر اعاير ازاي. تدخلوا لي الكوبايه المعياريه، ايه رايكم؟ هناخد البيكنج باودر اهو، بسرعه بس يا ام عمر بعد اذنك، وهناخد اهو الخل، بصوا بيعمل ازاي، بيفور على طول مع البيكنج باودر، وهنحط الملح. احنا حطينا كل كده المكونات بتاعتنا، ناقص لنا بس نحط الميه وندوب، وعلى طول هنبدا ننزل الموز بتاعنا مع الدقيق ونقلي على طول، تمام كده. طيب هنقلب بالمضرب ده، مع انه ايه مش احسن حاجه. هتجيبوا لي الكوبايه المعياريه ولا ايه الدنيا، ولا انا عاير مع نفسي كده؟ طيب بصوا عشان تبقوا عارفين، هما كوبايتين دقيق عليهم كوبايتين وربع من الميه، انا هعمل كده لان انا ايه يعني ان شاء الله تظبط معانا اهو عشان وقتنا بس، ونقلب. هما شالوها بالغلط معايا اهو، كل ما نحس كده نبدا نزود شويه شويه ميه. انا عارفه ان انتوا شطار وبتعرفوا تعملوا اللي انا بعمله ده في البيت من غير كوبايات ولا اي حاجه اهو. نجمع كده ونحط تاني، شكرا يا استاذه روان، ونقلب اهو. بصوا احنا بنخفها شويه بشويه لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاه، بس كده كل مكوناتي موجوده ومحطوطه فيها وزي الفل اهو، ماشي كده بس. طيب ناقص ايه تاني هنعمله؟ الكريمه مش تاخد مننا ثواني. طب انا ما عنديش مضرب كهربا ومش هينفع احطه في الخلاط ومش هينفع اعمل الكلام ده كله، اعمل ايه يا شيف عشان اعمل الكريمه اللي انت بتعمليها دي؟ جيبي مطرمان صغير ليه غطا حلو كده محكم، وقومي حاطه فيه مكونات الكريمه بتاعتنا اللي هي الكريمه والسكر والقرفه، واضربيهم كويس جدا، اقفلي عليها وافضلي اضربي فيها كويس جدا كده كأنك بتعملي رياضه، هتلاقيها تقلت معاكي وادتك القوام الحلو. طب لو انا حطيت الكريمه دي لوحدها بس وبدات اضرب فيها كويس جدا كده فتره طويله، هتقلب معانا لايه؟ ده السؤال لاول متصل جاي بقى كده. لو ست بيت شاطره كده هتقولي هتدينا ايه بقى؟ هتقلب معانا الايه؟ مش هتقلب معانا كريمه، هتقلب معانا حاجه تانيه. هنشوف بقى كده اول حد هيكلمنا يقول لنا هتقلب معانا ايه. معانا اتصال ولا لا؟ لما يجي لنا اتصال حلو كده نشوف. بسم الله. هنجيب طبق كده حلو، نبدا نقشر الموز بتاعنا. يعني احنا حتى لو قلينا موز ايه باني في علبه الخط قطع. معلش يا ايه اتصلي بينا تاني يا قلبي، لسه هسألها السؤال عشان هي بتقول أنا شاطرة جدا فالخط قطع. طيب هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هنقسم الموزاية دي نصين. طب ليه؟ عشان ما تبقاش تخينة قوي كده ومكلكعة معانا في الأكل. أهو هنقسمها كده بالشكل ده، نمشي كده مع الحودة بتاعتها أو مع الميلة بتاعتها كده، ونقوم واخدين الجزء ده كده أهو. تعالوا بقى هنحطها فين؟ هنحطها هنا في الإيه؟ في العجينه اللي احنا عملناها اللي احنا هنقلي بيها. ناخدها كده وننزل بيها على الزيت على طول، بصوا نصفيها كويس جدا كده اهو. يا رب بس يكون الزيت سخن معانا كويس اهو. تعالوا نجرب، يلا بينا نجرب. بسم الله. اه تمام، حلو شغال. نقوم عاملين كده. عايزه اقول لكم الطبقه الخارجيه بتاعه الموز دي بتبقى مقرمشه وحلوه جدا، وطبعا احنا ظابطين كل حاجه فيها اهو. حتى تاكل بقى مع صوص شوكولاته، تاكليها مع صوص كراميل،
تاكليها مع الكريمه اللي احنا هنعملها حالا دلوقتي مع بعض دي هتبقى حلوه جدا. طيب نعمل واحده كمان اهو، يلا بينا. حاضر، يلا انا هعمل حاجه حلوه جدا، هحط الحاجات الكريمه على بعض وهضربها انا في الفاصل، واول ما نرجع من الفاصل اوريها لكم شكلها ايه. هنقلي بس الاثنين دول مع بعض برضو عشان يبقى عملنا كده ايه حاجه حلوه. الو يا هند، فاصل بسرعه. هنعمل ايه؟ حطينا السكر اهو، بندور على سباتيلا. بسم الله، اي سباتيلا مش مهم. حطينا السكر وحطينا الكريمه اهو، انا هوريكم بس هحط ايه على بعضه وهطلع فاصل. وهنحط شويه من القرفه، معلقه كده صغيره. هضرب كل الكلام ده مع بعضه، هطلع فاصل صغير خالص، هرجع اكون طلعت الموز من الزيت وهوريه لكم برده النتيجه عامله ازاي، واكون عملت الكريمه. فاصل